مخدود مبروك 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 مبروك. مواقف طريفة وكوميدية للنجوم في العيد بيشاركوا بيها جمهورهم ومتابعينهم من خلال حساباتهم الخاصة. في البداية من كام يوم نشر الفنان باسم سمرة صور ليه بتجمعه مع الأضحية وهو بيحميها، وكتب معلق على الصور حماية العيد. والنهاردة وبنفسه الفنان أحمد سعد بينشر فيديو أثناء استحمامه وبيعلق أيضا حماية العيد، حيث ظهر الفنان أحمد سعد وهو داخل الحمام يغني يا ابن المحظوظة مبروك، وكتب على الفيديو قائلا لما تستحمى حماية العيد. ولكن أثار الفيديو اللي نشره الفنان أحمد سعد الجدل بين المتابعين، حيث هاجم الجمهور أحمد سعد من خلال التعليقات قائلين شكلنا فتحنا عليك الانستجرام في وقت غلط يا فنان، وهو ده عادي بالله عليك، وليه نشوف واحد عريان وبيستحمى، وتقريبا أنا جيت في وقت غير مناسب، وإيه الهدف إنك تصور نفسك وإنت بتستحمى، وأنا كمتابع استفدت إيه، وشكلنا دخلنا في وقت غلط، وغيرها كتير من التعليقات. يا ابن المخدود مبروك 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 يا ابن المخدود مبروك 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 يا ابن المخدود يا ابن المخدود مبروك 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 يا ابن المخدود.